عبر سكايب من القامشلي ينضم لنا كينو كبرائيل عضو القيادة العامة لقوة سوريا الديمقراطية. سيد كينو مساء الخير، أهلا بك معنا. 90% من الأحياء الجنوبية للرقة تم تحريرها، إلى أي مدى النسبة دقيقة وما المناطق التي لا تزال إلى حد الآن تحت احتلال داعش؟ أولا مساء الخير وأهلا وسهلا بكم أيضا. طبعا كقوات سوريا الديمقراطية اليوم وبعد تقريبا ما مضي شهرين ونصف من عمر الحملة لتحرير مدينة رقة وبدء المرحلة لتحرير مدينة رقة، تمكنت قواتنا من السيطرة على عدد كبير من الأحياء ضمن مدينة رقة أو أجزاء من الأحياء الأخرى الموجودة على خطوط التماس ما بين قواتنا وقوات داعش. طبعا الأحياء الجنوبية التي بدأت العمليات لتحريرها منذ ما يقارب تقريبا 20-25 يوم، تمكنت اليوم قواتنا من الوصول إلى مستوى قريب من بعضها البعض، سواء القوات الموجودة في الناحية الشرقية أو الناحية الغربية والتي تقدمت عبر الجهة الجنوبية والأحياء الجنوبية للمدينة. كما قال زميلنا وكما جاء في تقريركم، تقريبا عدد قليل من الشوارع اليوم موجودة تحت سيطرة داعش، وهي تفصل قواتنا عن بعضها البعض لتتمكن بالفعل من السيطرة بشكل كامل على الأحياء الجنوبية الموجودة أو الموجودة على نهر الفرات. نعم، طيب بالسيطرة على الأحياء الجنوبية، هل من طرق إمداد ستمنع عن داعش؟ وأيضا بالتالي كيف ستخدم هذه السيطرة المعركة ككل، معركة الرقة؟ طبعا ليس الموضوع من السيطرة على الأحياء الجنوبية هو قطع خطوط الإمداد لداعش، بالفعل نحن مسيطرون على الضفة الجنوبية لنهر الفرات وداعش محاصرون بشكل كامل ضمن مدينة الرقة، فلنقل بقطر حوالي 10-15 كيلومتر من جميع الجوانب على الأقل موجودة حول الرقة نحن مسيطرون عليها. طبعا هذا الأمر له أهمية بالنسبة لنا، فلنقل السيطرة على الأحياء الجنوبية له أهمية بالنسبة لنا من ناحية فتحها مجالات أكبر للاشتباكات مع قوات داعش التي كانت منحصرة سابقا في أقسام من الأحياء الغربية والشرقية أو حتى الناحية الشمالية التي ممكن في أوقات معينة تبدأ القوة فيها، لكن حاليا ليس لدينا أي عمليات فيها. فاليوم جبهات مختلفة تفتح أمام داعش وقواتنا لديها العدد الكافي، لديها الإمكانيات حاليا التي تحتاجها من أجل الاستمرار بالعمليات العسكرية والضغط على داعش أكثر وأكثر ضمن الأحياء التي يسيطر عليها. طيب سيد كبرائيل، ما مصير قوات داعش في المناطق التي حررت؟ هل قتلوا، فروا، أم ماذا كان مصيرهم بالتحديد في المناطق المحررة؟ طبعا اليوم هناك العديد من التساؤلات التي تنطرح حول هذا الموضوع. بالنسبة لنا كقوات سوريا الديمقراطية خلال العمليات التي قمنا بها حتى الآن، قد تم القضاء على عدد كبير من إرهابي داعش خلال الاشتباكات التي تجري ضمن مدينة رقة وفي المراحل السابقة للحملة، ولكن اليوم في الأحرار التي يتم تحريرها فإننا نجد أو السيطرة أو يتم فلنقل الإمساك بجثث لعدد كبير من إرهابي داعش الذين تم قتلهم خلال الاشتباكات. ايضا تم بنفس الوقت القاء القبض على عدد كبير او على عدد جيد فلنقل من ارهابي داعش. طبعا الباقون لا ندري مصيرهم، اذا هناك حاليا افراد من داعش يفرون مع المدنيين او يحاولون الاختباء بين المدنيين، وهذه العمليه اليوم يجري فلنقل تحقيقات فيها ضمن المدنيين من خلال مصادر استخباراتيه التي كانت موجوده ضمن الرقه والتي لا تزال موجوده، او من خلال مصادر أو من أهالي مدينة رقة اليوم الذين يتعاونون معنا من أجل كشفهم. فمن هذه الطرق فإننا نحاول الإمساك بأي أشخاص أو أفراد من داعش يحاولون الفرار مع المدنيين. الباقون لا يزالون محاصرين ضمن مدينة الرقة، فلنقل هكذا لا ندري إذا كان لديهم أي أنفاق أو فلنقل طرق لا نعرفها تؤدي بهم إلى خارج المدينة يحاولون الفرار فيها، بس ولكن هذا أمر مستبعد كون فإننا نسيطر على الجزء الأكبر أو على مساحات كبيرة حوالي مدينة رقة، وهذا سيصعب عليهم أو أمر مستحيل بالنسبة لهم للفرار خارج المدينة. شكرا لك سيد كينو كبرائيل عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من القامشلي.